شنو أهمية الرضاعة الطبيعية وشنو نقول اليوم للأم بالنسبة لمولودها وأهمية هذه الرضاعة؟ على الرغم أن الدولة طبعاً تبذل جهد جداً كبير في مجال توعية الأمهات والبرامج التوعية بالنسبة للرضاعة الطبيعية. صحيح. ما تشوف مستشفى إلا موجود فيه. لازم يعني أنا للأمانة كل خفر يجي يشف على الرضاعة الطبيعية بس ماكو فايدة. يمكن هذا يحتاج جهد أكبر طبعاً يمكن تطلع نتائج على المدى البعيد. الأجيال السابقة الأمهات في الأجيال السابقة تختلف عن الأمهات في الأجيال الحديثة. نعم. يعني في كان نسبة وعي بالرضاعة الطبيعية للأمهات الكبار أكثر لاحظها صراحة من الأمهات اللي الحين الأجيال الحالية. يعني أنا أشجع الأم أقولها رضعي أشوف اليد تقول لي أنا كنت أرضع أولادي العيال اليوم ما يرضعون أولادهم. صحيح. فمن هالباب فالأمهات بشكل عام مشكلتهم أغلبهم يعني اللي مروا علينا ما عندي إحصائية ما عندي رقم أقول كم عددهم بس أغلب يعني عندي جناح في 30 أم 30 مريض واحدة منهم ترضع طبيعي.